مطربان الاكل مكسور، مطربان الاكل تبعت زقزوق مكسور ومكبوب. يا الله اختي رايحين سيران، مين رايح معكم؟ اوف كلياتكم نيالكم، يلا بالهنا ان شاء الله. يلا تبقى ابعتوا لي صور، شوفوني وين رحتوا وين شو سويتوا. يلا الله معك، يلا ديروا بالكم على حالكم. سلام. شو عم تحكي مع اختي؟ ايه والله هي اختي قال بدهم يروحوا سيران على ابو قبيس. يعني مشوار؟ ايه. يا الله شو اشتهيت روح معاهم، هيك مجتمعين كل العيله ورايحين. يا ريت لو فينا نروح، بس بتعرفي هاي ما بيخلينا نروح مشوار. تعال نروح انا وياك شي مشوار هيك نغير جو على الطبيعه، والله كثير ضايق خلقي. المشكلة هادو من الحط والله بيعذبنا كتير، ما خرج تاخدي مكان طبيعة وهيك، والله بيعذبنا كتير كتير. يا الله لو انه هون امي حدا والله كنت حطيت عنده ورحنا انا وياك. لا يلا معلش الحمد لله. هي ضريبة الغربة. يا حلا بابا وماما، انا كتير زعلانة عليهم، لازم نساعدهم. اي والله لازم نساعدهم، شو بدي اسوي؟ انا بدي فكرة. شو هي؟ تعال نروح على شوي وغل لعنا زقزوق ودي باز عليه. اي والله فكرة حلوة. تعال نقول لهم. روحوا يا ماما. شو بكون ديني تصفوا أخير؟ بكون كنتوا عم تلعبوا ليش جيتوا؟ روحوا مشوار ونحن ديمان على زكزوك. روحوا هلأ أنا والبابا بدنا نروح مشوار وتديروا بالك على زكزوك؟ ايه. شو رأيك أنت؟ ما فيكن، لا ما فيكن تديروا بالكن عليه. على هو لا أتخاف الديمان عليه، لا ما تكلي هم خالي، أنت بس تركي زكزوك عنا وروحوا مشوار. شو رأيك انت؟ ما بيقدروا، بيقدروا صعب عليهم، لساته بيعذب زكزوك، لساته صغير بابي ما بتقدروا له. لا معلش خالة. شو رأيك نخلي صفا تصير امه وديني تصير بابا؟ شو رأيك نجربون هالمرة؟ هلا نجربون. يلا هلا صفوا صارت ماما ودينيس بابا لزقزوق، يلا خذوه من عمه ومش نحن نروح مشوار. ياي رايح اضب اغراض السيران انا. يلا بابا اغراض السيران جاهز. يلا يلا مشي. يلا مشي ديروا بالكم عليها منيحه. ما تغيروا الحفوضه وتشربوا حليب وتديروا بالكم على ثيابه يضلوا نظاف. ايه ما تخلوه يبكي كثير حرام. يلا يلا يلا. ايه واخيرا باي باي. يا ربي ما مصدق انه رايحين مشوار. انا كمان ما مصدق. كفي زيت بس قلك شغله، هدول عن جد ما خرجوا نتركهم. تعالي هالمره نجرب تجريب، تعالي نضل بالسياره نراقبهم ونخلي عيني عليهم ونشوف اذا كانوا قد المسعودين المره الجايه نخلي زقزوق عندهم ونطلع مشوار انا وياك. هلا هيك قلتك؟ هيك قلتي احسن شيء. معك حق، ما لازم نخليهم، لازم نجربهم اول. صح كلامك 100%. يلا مشي راقبهم وان شاء الله يا رب يكونوا هيك قد المسؤوليه ويخففوا عنا شوي. يا رب يا الله مشي. يلا مشي. اوكي اوكي شدي لك يقدر يديروا بالهم عليه ونصير نقدر نطلع مشاوير ان شاء الله. يا رب يا رب يصيروا هيك. تعال خلينا هون بالسياره قريبين عليهم بنفس الوقت بنراقبهم من هون. تمام تعال نتخبى بالسياره. يلا يلا. عشان عندك كثير عم يبكي، امك عم تخلي واحد انت. طيب بس مسكوا مساوي له ببرانه. شغلك بابا مو شغلتي. هلاك السيارة جنب البيت بنسمعهم شو ما عملوا وبنشوفهم اذا طلعوا وفاتوا. هيك احسن من راقبهم معنا قريب. احسن شيء. بس مسكر بتسوي لي ببرانه. اوف هادي مسكر منيح. شو عم رح احطها هذا كفي اللعب على البايج. يلا يا عمري صوت زقزوق عم يبكي. يا الله رح انزل اشوفه، ما بدي. يا الله لا لا خليكي 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 خليكي، خلينا نشوف ضعف زبط اموره ولا لا. ما بدي حباب، خلينا انزل اشوفه. لا استنى شوي خلينا نشوف زبط اموره. لا تخافي ما تكتهي. طيب ماشي تعودوا شوي شوي. طيب لنشوف.
نجرب اللعبة. دير بالك رح يوقع. يا عمري يا زكزوك كنت رح توقع. هيك بأمل فيك؟ أنا عملني قاعد بعد وشي غلطي. أوف منك، شو بدي ساوي هلأ؟ حطيه على السيارة على الأرض. طيب رح حطه، بس دير بالك عليه. يلا حطيته، دير بالك عليه. زر شوي بين ما اجي. باشي لوحة. اوف وين بدي رأي الببراني هلأ؟ ليك حعمل الببراني بسرعة، لأن دينيس هاد ما بتأمل فيه. يا الله تركع بيبكي، الله يهين من دينيس. خلصها بسرعة وروح. يلا خلينا نعبي المي. صفحة مبعيات. يا والله شو بدك يكون صاير؟ ما بعرف. ماشي شوفهم مش شباك ولا شيء. شباك نتفرج. تعالي يلا ارقود. شوفهم بدون ما يحسوا عليك، بدون ما يشوفوا. ما مبيني. ايه عتمه ما مبين. سامع صوت بالمطبخ انا. تعال توصل انت على المطبخ. توصل. ايه منيح. شوف. هاي صفا حرقت ايدها. هي حجاز حرقت ايدها. عم سوي ببروني زكزوك. يا عمري بس ما تكون حرق كبير. لا شكلها دعت الهدع. اوف ايدها. شبي تلاقي عطا ايدها. حرقت ايدي بالمية. ببراني حتى عفلت عبلك. بس عم لحالك بابا. احرقت الغلط. شو اشتاوي انت دا سوي؟ انا بدي اروح ادهن ايدي. روح على مساويه. خلص ليك دينيس عم يساعدها. تعال مش راح السياره بسرعه. قلت لها انا ماما بدي اشوف. احنا لازم سياره. بس يا حبيبي عم بعمل لك البابا الببرونه. يلا ان شاء الله ما يكونوا حسوا علينا. ما حد لا حدا شافنا. ما هم قليلين بدبروا حالهم. ايه بس والله يا عمري زكزوك صوته كثير عم يبكي. شو بنساوي؟ يا الله شو ساوي؟ معلش بتعودوا هو بتعود. انتم بتعودوا بصيروا بديروا بالنا على بعض، بصيروا قبضايات. ما تاكلي هم. بطل هاي برجعي. سلم ايديك. انا بدي اكمل لعب. ابا تلحيني. شو هالاب هاد؟ بسم الله. صحة وهنا يا عمري. صحة وهنا يا حبيبي. خلصت شبك روح. أول بالك روح. يو شو صار لك؟ تعال صح لدينيس. دينيس تعال ساعدني. أوف منك حل عني. بس تعشيرة صارت إيدي ترجعني. أبدو بدي ألعب. شو بيكون هلا قاعدين عم يعملوا يا حزريك؟ عن جد أبصر غريب والله. بس إن شاء الله يكونوا رضعوا ببروني، هيك يكون شبع لأنه هدي شوي. إن شاء الله يا رب. دينيس تعال ساعدني. حسنا ما قلنا الماما والبابا إنه ما ساعدتني. أوف ماشي. هات لشيدو. خل سك ابنك. أوف دي عمانة حلوة. ابنك دعتك مانة حلوة. أبا عمل تحتها. روش بدي حفوضه بسرعة. يلا كله بلو قلبه. يا أفي من قلبه يا ربي. شو بلا ساوي؟ أحقول صفا أفي حفوضة. إيه ما في ولا حفوضة؟ أفي فاضل تشوفي. يلا روجي من لمونة البابا. يا بعد أجيب حفوضة. ما بصير نخليه هيك. يلا نروح بسرعة أجيب. أوه مالك أحكي بابا لك. دينيس خبيت. يا ربي وين بدك رايحة؟ خبيت شوفي. خبيت لا تخاف. وين بدك رايحة؟ ما بعرف.
ياه نلحقه؟ نستنى هلا ما يرجع. يلا معقول رايح الماركت؟ رايح الماركت، شو بدي اجيب؟ طيب رح نستنى دقيقة لكن إذا ما هذا بنلحقه. ماشي ماشي. A few moments later. ليكو ليكو رجع رجع رجع. شو هاد اللي معه؟ شو هاد معه؟ حفوضات. شو هاد اللي فما افتحي لي الباب. فما افتحي لي الباب. يا عمري شو قبضاي؟ وذا برافو عليه. وجايب له الحفاضات اللي بنجيب لهم بالعاده ونفسر قياس. ما تفكري القبضايات، ما تخافي ما تخافي. اي والله، لا هلا خلص وثقت انه دينيز قبضاي. والله قبضاي دينيز ما في منه. يا عمري شايله هو ثقيل. اوه شغله ابو صعبه. دينيز تعرف انت تغير الحفوضة؟ لا انا ما بعرف صح على اسمي. وليه انا ما بعرف؟ شو بدنا نسوي؟ اسال كل حكي بابا وبابا ونسألهم. ماشي جيب الموبايل دقلهم. بصير يعني تعبانة من الريحة. ماشي يلا خليهم يتعودوا شوي مشان يحسوا فينا قديش متعذب ويحسوا يعني بهال. جد لازم يحسوا الاولاد بالاهالي، ما بصير هيك. بفكروا هيك انه الولد بيكبر بسرعه على حاله هيك. يعني رن الجوال موبايلك بدهم نعمل عم يدقوا. عن جد رد رد رد. الو اذا قدرت ابلون عم نعمل بخاطر الله ولا سامي. ايه بابا دينيس بابا ما بديش الحفوضه، شغلته بسيطه. قال له بس يشيلوا القديمة ويمسحوا له محرم عطرة ويحطوا جديدة. بس القديمة إلى 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 شرطان على اليمين على اليسار، فكوان لسه بتشيلوها بتمسحوا له بتحطوا له الجديدة وبتلزقوها. يا عمري بدنا نغيره. يلا بابا حبيبي شد حالك. يلا ما سهلي. يلا 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 ماشي غيره. باي. شو بدنا نغيروا الحفوضة؟ نغيروا الحفوضة. يا الله ما بيعرفوا. لا بيتعودوا بيتعودوا خلاص. خلص خليني انزل خليني اروح اشوفهم. لا 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 هلا استنى بيتعودوا بيتعودوا ما تاكل هم. بكره قوموا يحصوا له على الحفوضة وهيك. لا 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 بيتعودوا بيتعودوا صلى على النبي. يا الله طيب راح اتحمل. شطور انهم بيتعودوا بيتعلموا بسرعة. ماشي. قالت كيريا كيريا حفوضة وبس حلو بالريحة انا بحط له اياها. انا وياك بنغير اياها. انا دحشت حسبت لهدول. تعملي يا الدكان وخلصنا. تعبت. اوف وانا كمان تعبت. لا بيبكي يا الله، هاي طعمينا وهاي غيرنا. ايش كمان بده؟ تعرف ليه تتعبت؟ تعال الباب بابا اجي حال. لا ما بصير، نحن وعدناهم لازم نكون قد المسؤولية. التتعبت. ليش عبيبكي؟ شو ما نسوي له لسا؟ تعال تعالي فواك لو طبيعي آخر فواك هو بحبه لكتير. تعال يا بيتكي بسكوت. عن جد رورو جبله. يلا معقول يكونوا قدروا يغيروا له الحفاظ وزبطوا أموره؟ أكيد أكيد غيروا. لو ما غيروا كان رجعوا دقولنا. مو كان دقنا دينيز ما كان. ان شاء الله يكونوا هيك بمعرفوا يغيروا له اياه ويداروا بالهم عليه. مبين عليهم القبضايات ما تخافي. يا رب. ما هي الاكلات هاي؟ هاي اسهل اكلات لازم. في صوت كسر ازاز. يا الله مع اولاد من عنا؟ لا لا مو من عنا، من عند الجيران. من عند الجيران. من الجيران. ايه ما تخافي. ديش يا الله قلبي قلبي مانو مطمن. بالله ام انت تنام احباب، ما رح اجي معك مشان ما يحسوا. طب يلا رايح لحالي. يلا روح نهو شوي شوي. يا الله يا رب يكون من عند الجيران مو من عنا. يا حبيبي بس ليش شو هذا انكسر؟ وين الطابات انكسر؟ كسرت مطربان فواكه؟ شو صار هلا؟ ما تفوت على المطبخ مشان ما تجرح حالك. اوف انا تعبت بروح اتسطح. ما مبين شيء. يلا ما مبين شيء. زرعتني ما مبين. غالبا صوتنا عند الجيران. يلا رح لها ياسمين. تعالوا هون لوين رحت؟ وين تركتني لحالي؟ كيف بدي اسكت على الباب؟ بس يا حبيبي اسكت بس يا حبيبي. شو؟ طمني. غالبا من عند الجيران. من عند الجيران؟ ما مبين شيء كثير عتمي. اوف كثير تعبت. هدنيس تركني لحالي يا الله. اخذ تكتوك على السرير بلكي بهزله بينام. تعال يا حبيبي تاخذ اخذك.
تخدعك. بس يا حبيبي. أخ يا ربي هذا نايم بالأرض. One hour later. سلطان والله كثير وترتيني. طب شو ساوي؟ صوته ما حط طلع اختفى صار له شي 5 دقائق. كل قاعدين مبسوطين؟ اجمالوا صوتها فدا ولا حس. طب خلينا نقوم نشوفهم. طيب خلص يلا قوم امشي. بتنوع انت من شباك المطبخ وانا من شباك الصالون. بركي بيبين علينا الشي. يا ربي خالص صوته ما طالع. شو بيكون صاير معهم؟ ما مبين شي هون عتمة. كمان انت عندك ما مبين؟ خلص انا بدي فوت خيو. انا بدي فوت خلص. بدي فوت ما عندي صوته ما طالع بس شوف شو صار. يا الله انت ما عندك صبر خلص تعال. حبابي يلا مشي. ما فيني انا اتحمل يا. ما فيني انا اتحمل لسه لازم اشوفه. يلا فوت. يا ربي. وينهم؟ وينك وين راحوا؟ ليش هيك البيت منكوش يا الله؟ حفاظة مطربان لك المكسور. مطربان لك تبعيد زكزوك مكسور ومكبوب. يا الله تعال تعال ندور عليهم. بشي ليك اكتبية تحضرت. شو صاير لهم دنيس لك دنيس صفا شو بان هدول انت فايق شيك لشيك لليوم صاير له شيء. فيو صفا صفا شو خالق جيتو؟ ايه شبكون شو صاير لكم؟ لك دنيز شو بها داش في شنو؟ دنيز حبيبي شو في؟ ليش هيك متسطح حول؟ قوم شو ماما بابا اجيت؟ ايه اجينا قوم شبكون؟ ليش متسطح حول يا بابا؟ ليش نايم هون؟ زكزوك قبل هلكنا. شبكون يا صفا شو صاير لكم؟ زكزوك كثير صار يبكي وضعبنا. هيك هلا صار فيكم؟ مع اساس ماما وبابا ومدري شو نأمنا فيكم؟ كتير يبكي وعذبنا. ماما قاعدة انها هلكنا. ايه هيك هلا بيبي صغير ما قدرت عليه وهيك عمل فيكم. ايه والله كتير صعب. منيح ما صدقناكم مات عن جد ورحنا سيران وبعدنا وطولنا. عن جد منيح ما بعدنا. منيح سمعت منك وما بعدنا. شايفين؟ والله شلون مدوخين. بيبي صغير مدوخكم هيك. مال الحين يتحركوا ليش شلون طابين نايمين. يا حرام. جننا. شفتوا قديش اهاليكم بيتعبوا لحتى يربوكم تكبروا؟ اي والله. يلا مشان تصيروا حبابين تسمعوا الكلمه. ما تعذبوا اهاليكم، تعرفوا انه قديش عم يتعبوا ويتعذبوا لحتى يربوكم تصيروا كبار. صحيح، لازم تسمعوا كلمه اهاليكم تحبون وتحترمون. هلا انتوا شفتوا دنيز وصفا كيف داروا بالهم على البيبي، باكتبوا لنا نحن لسه ما شفنا، باكتبوا لنا بالتعليقات خرج دنيز وصفوقة يصيروا بابا وماما او لا، مين كان احسن صفوقة ولا دنيز؟ بابا ولا ماما؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. انا صرت لا انا احسن. خلص رح نخلي المتابعين يقرروا مين كان افضل صفا او دنيز. هلا لازم نقول لكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس فعلوا زر الجرس مشان يوصلكم الفيديو اول ما ينزل تشوفوا تماما. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك كمان. انتظروا القناه. باي باي.